تعال نشوف ورقة العرض التانية. ورقة العرض التانية بتتكلم على أصحاب المصالح الآخرين. بنشوف أنه نصت قواعد الحوكمة أو مدونة قواعد الحوكمة على أنه يجب احترام أصحاب المصالح الآخرين ومعاملتهم بالتساوي. لابد من توفر نظام للتوظيف والإدارة من خلال إجراءات واضحة، يبين من خلاله إجراءات واضحة فيما يتعلق بالتوظيف وعدم المحاباة أو التمييز. أيضا نصت قواعد المدونة على أنه لابد من تمكين أصحاب المصالح وإعطائهم الفرصة للإبلاغ عن المخالفات المحتملة التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة. أيضا لابد من تبيان سياسات الشركة تجاه الموظفين ووجوب تمكينهم من اختيار ممثليهم فيما يتعلق بمديريهم طبعا أو المدراء المشرفين عليهم، ولابد من وضوح سياسات الشركة فيما يتعلق بتقديم الحوافز لهم وتوفير ظروف عمل وتأمين صحي مناسب لهم. أيضا نصت قواعد الحوكمة أو مدونة قواعد الحوكمة على ضرورة وجود أنظمة عقاب وتأديب بهدف الحد من مخالفات الموظفين لقواعد السلوك وتعزيز الانتماء للشركة والرقي بخدمة الموظفين والمواطنين والحد من التحرش الجنسي بين الموظفين.